بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآية المباركة نتأمل بإذن الله ضمن بحوث. البحث الأول "وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله" الطاعة هي طاعة مطلقة. تشمل الامور العمليه والامور العلميه، يعني بعض الاحيان رسول الله صلى الله عليه واله يامر المسلمين بان يصلوا، بان يزكوا، يحجوا، هذه امور عمليه. وتارة بعض الامور لا ترتبط بعمل المسلمين، وانما عليهم ان يعلموها يعتقد بها. مثلا احدى الاحكام المختصه برسول الله وجوب صلاه الليل هذه من الامور العلميه ليست من الامور العمليه. او تعدد الزوجات لرسول الله من الامور العلميه. في الشريعه الاسلاميه هذا من المختصات لرسول الله. رسول الله صلى الله عليه واله يبين للناس الأمور العلمية والأمور العملية، بعض الأمور ترتبط بالجوانح يعني بالقلب عقيدة، هذا ما يحتاج إلى أن يعمل الإنسان طبق تلك العقيدة، وإنما هي قضايا يعتقد بها فيطاع هذه طاعة مطلقة وليست مقتصرة على قول المعصوم بل يطيع الانسان قول المعصوم، يطيع الانسان عمل المعصوم، يعني اذا راى ان المعصوم عمل عملاً. فهذا العمل اطاعته بمعنى انه هذا العمل جائز، لان العمل لبي فلا يدل على الوجوب، وانما لا اقل من انه القدر المتيقن انه يدل على الجواز، هذا عمل جائز، فاذا رسول الله صلى الله عليه واله في اول الشهر افطر بالجبن فهذا عمل جائز او مستحب. وكذلك تقريرات رسول الله، شخص بمحضر رسول الله، شخص بمحضر الانبياء او الاوصياء، عمل عملا فلم ينهه الرسول ولم ينهه الوصي، الامام، فهذا يعني عمله جائز. وكذلك التقرير المعصوم يطاع. هذا في امر التقرير، القول والفعل والتقرير، بل حتى في العاديات، هذه الآية تدل على عصمة المعصومين، تدل على عصمة الرسل والأوصياء، لأن الله يأمر باتباعهم، اتباعهم في الأمور الشرعية، يعني في الأحكام، يذكر الأحكام الشرعية يجب اتباعهم اتباعهم في المصاديق الخارجية إجراء الحدود يعني الرسول صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام يقول أجروا الحد على هذا يجب اتباعهم في إجراء الحدود هذه قضية مصداقية خارجية يعين واليا ويعزل قاضيا هذا أيضا يجب الاتباع في هذه الأمور أيضا حتى في العاديات، لأنه أصبح معصوما فلا فرق بين ما هو مأمور من قبل السماء بإبلاغه، أو في أموره العادية، حتى في العاديات، لأنه بعض فرق المسلمين يقولون بأن الرسول معصوم أين؟ في الأحكام الشرعية فقط، في بيان الأحكام الشرعية، أما في قضاياه الشخصية قد يخطأ. وليس معصوم هذا معناه أنه يمكن أن يخطأ فإذا أمكن أن يخطأ في مورد أمكن أن يخطأ في موارد أخرى حكم الأمثال في ما يجوز وفي ما لا يجوز واحد وإنما الرسول لا ينطق عن الهوى لا في الوحي ولا في الأمور الأخرى العادية لا ينطق عن الهوى وإنما قوله وفعله وعمله في الأحكام الشرعية في المصادق الخارجية في الأمور الأخرى كلها بإذن من الله عز وجل لذلك حتى بعض العلماء بالنسبة للصوم أكو مسألة في الصوم الكذب على الله ورسوله مفطر هذه يذكرها الفقهاء في الرسائل العملية البعض من الأعلام قالوا حتى الكذب على المعصومين في العاديات يعني واحد يجي يقول مثلا أن رسول الله أكل الأكل الكذائية في اليوم الكذائي هذا امر عادي انه كان ام لم يكن حتى الكذب على المعصومين في العاديات بما لا يرتبط بالاحكام الشرعيه قال البعض بان هذا الكذب مفطر فاذا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله هنا ليطاع سابقا اشرت الان هم اشير اشاره مختصره هذه جمله خبريه ليطاع فعل المستقبل ولكن المقصود بها الانشاء، يعني اطيعوه. مو انه ليطاع، واحد يريد الاطاعه او ما يريد الاطاعه، هذه لا. وانما ليطاع، جمله خبريه بقصد الانشاء، يعني اطيعوا هذا الرسول. هذا المبحث الاول. المبحث الثاني، ليطاع باذن الله. الاذن على قسمين. إذن تكويني وإذن تشريعي. الإذن التكويني بمعنى أن الله يوجد شيئاً أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله، هذا إذن تكوين من الله، يعني الله يجعله طيراً فيصير خفاش كما في بعض الروايات. وأبرؤ الأكمه والأبرص بإذن الله الله يأذن هذا المرض ينتهي البرص والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه هذا إذن تكويني من الله عز وجل وهناك إذن تشريعي أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا القتال محرم في نفسه سفك دم الآخرين ولكن الذين يقاتلون هجم عليهم الاعداء من كل جانب اذن لهم هذا الاذن التشريعي يعني يجوز لهم ان ياخذوا السلاح ويذهبوا الى محاربه الاعداء هذا اذن تشريعي هنا الا في هذه الايه المباركه هذا الاذن اذن تشريعي الا ليطاع باذن الله الطاعه بالذات او الطاعه بالغير قسمان من الطاعة الطاعة بالذات لله يحرم على الانسان ان يطيع احدا مطلقا وانما يجب عليه اطاعة الله عز وجل اطاعة الله عز وجل ان يطيع الانسان الله فقط اما غير الله فلا يجوز اطاعته هذا الاطاعة بالذات ولكن عندنا اطاعة بالعرض الله اذا قال أطع فلانا الله يقول للعبد اطع مولاك العبد الرق فهذا يجب عليه ان يطيع مولاه الله يقول للابناء بطاعه الوالدين في غير المحرمات وهذا امر راجح فهنا الاذن اذن تشريعي يعني الله عز وجل اذن اذنا تشريعيا بطاعه الرسول فالرسول صلى الله عليه وآله طاعته في طول طاعة الله مو أنه طاعته طاعة مستقلة ليطاع بإذن الله المبحث الثالث الذنب نقص يعني واحد لمن يرتكب ذنب في الواقع ظلم نفسه وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون واحد يظلم نفسه او في ايه اخرى في سوره البقره وما ظلمونا اذا واحد ارتكب ذنبا ما يظلم الله لان الله عز وجل غني عن هذا الفرد غني عن البشر عن كل شيء اذنب البشر كلهم ام اطاع الله لا ينقص ولا يزيد في الله شيء ولا يهمه ذلك وغني عن العالمين فاذا من يرتكب الذنب يكون هناك نقص في عقيدته في ايمانه في كماله هذا النقص كيف يجبره الانسان هناك طريقان لجبران النقص الطريق الاول التوجيه المنافقون كانوا ياتون يرتكبون المعاصي ياتون الى رسول الله يقولون ان اردنا الا احسانا ويمكن توفيقه ان اردنا ان نحسن واحد يرتكب الخطا ويصر على الخطا من المساوئ الخلقية ويوجه الخطأ يقول لك كذبه بعدين حتى لا تنكشف هذه الكذبه يضيف كذبه اخرى وثالثه ورابعه فينجر نحو الهاويه هذا عمل المنافقين النقص يسده بالتوجيه والكذب وما الى ذلك لا وانما النقص يجبر بالاستغفار بطلب المغفره، واحد لما يخطئ يروح يقول انا اخطات اغفر لي احسن مما يوجه خطاه مشاكل تحصل بين الزوجين اخطا احدهما خلاص خلي يعتذر من الاخر مو الا بما انه رجل فعلى الرجل ان لا يعتذر ابدا ماكو هيك شيء ويوجه الغلطه بغلطه اخرى ويستمر الى حصول الشقاق وال فراق بينهما وإنما على الإنسان عندما يرتكب ذنبا يرتكب معصية أن يجبر المعصية بالإقرار أنه أنا أخطأت فكيف الإقرار أمام الله عز وجل الله يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم ماذا يصنعون يوجهون إن أردنا إلا أحسنا وتوفيقا كلا جاءوك الله عز وجل يبين طريق القبول وطريق جبر النقص جاؤوك خطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله أن تذهب إلى رسول الله المجيء تارة قرب مكاني إن يعني تروح حتى تقترب إلى في المكان وأخرى قرب معنوي فهنا هذا اي مجيء جاءوك يعني جاءوا مكانا اقتربوا اليك لا مو بس هذا لان المنافقين كانوا عند رسول الله رسول الله يقول الله عز وجل يخاطب رسوله يقول ان تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم لماذا لان هذا المجيء قرب مكاني فقط مو قرب عقدي مو قرب معنوي. القرب لازم يحصل قرب معنوي، هذا هو المهم. القرب المعنوي دائما موجود. سواء كان الرسول صلى الله عليه واله حيا او كان عند ربه وعند بارئه بعد استشهاد رسول الله. لذلك المسلمون في الصلاه في أية بقعه من بقاع بقاع العالم يسلمون على رسول الله، السلام عليك ايها النبي. ورحمة الله وبركاته هذا السلام يصل إلى رسول الله وفي الروايات المتعددة أن الرسول يجيب على السلام حتى أقول بين قوسين لا تجب لا يجب السلام الأول والثاني في الصلاة يعني بعد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مستحبان الثالث هو الواجب ليخرج الإنسان من الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحدهم لم يلتزم بالسلامين لأنه أمر مستحب وطبيعة واحد لما يصلي مع الأسف مستعجل تشوفه مستعجل دائما في الصلاة مستعجل عند أوقات فراغ يمكن عشر ساعات بالنهار ولكن بالصلاة بالقوة ودقيقة يريد يكمل صلاة الظهر ودقيقة ونصف صلاة العصر مثلاً فمستعجل يترك المستحبات ويقتصر بالواجبات وقد لا يراعي بعض الشروط اللازمه ايضا فهذا كان لا يسلم على الرسول في سلامه في الصلاه في عالم الرؤيا راى انه اخذ الى مكان قاصر كبير ساحه كبيره بستان عظيم جميل قالوا له هذا البستان هل تراه؟ قال نعم هو لي. قالوا لو سلمت على رسول الله لاعطيناك لا ولكنك لم تسلم على رسول الله فما نعطيك هذا البستان. اخذوه الى بستان اخر هذا لي؟ قال لا لو كنت تسلم على رسول الله في صلاتك لاعطيناك. لا الاف او ملايين البساتين خسرها لثواني بسيطه يعني يمكن واحد ثمان ساعات يعمل حتى يحصل له شيء قليل من الماده وما يكفي لقوت عياله ولازم ياخذ له شغل ثاني ولكن بامور بسيطه جدا الله يفتح للانسان رحمه الدنيا والاخره الفرد يترك صلاه الليل يعني هسه يمكن واحد يقتصر في صلاه الليل على الشفع والوتر فقط ثلاث ركعات حتى لو ركعتين عموما خذ الناس بعد ما ينامون ورا منتصف الليل ينامون. فيقوم يصلي ركعتين هذا ما ياخذ وقت من الانسان الا يمكن دقيقتين ثلاث دقائق مع الوضوء اربع دقائق اذا واحد يريد يطيل. حتى لو لا يطيل اصل الوجود مطلوب. ولكن هذا الانسان بغفلته بسوء اختياره نرجع فاذا جاؤوك يعني يأتي إلى رسول القرب المكاني مهم هذا القرب المكاني يوجب الفيض الإلهي على الإنسان هذا لا شك فيه يعني عندما يأتي الإنسان إلى الإمام الرضا سلام الله عليه هذا القرب المكاني جدا جيد ولكن بشرط أن يمتزج مع القرب المعنوي الشيخ مرتضى الحائري ابن الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة في قم المقدسه. شيخ مرتضى كان رجل مقدس ومن الاخيار جدا ومن العلماء وله كتب فقهيه مهمه. فالسيد المرعش النجفي المرجع اللي كان في قم يقول في الليله التي توفي الشيخ مرتضى الحائري صليت له صلاه الوحشه ودعوت له فرايته في المنام في تلك الليله. قلت له ها وأنا ملتفت أنه الشيخ متوفي توفاه الله عز وجل فيقول سألت شيخنا ها كيف أمورك هناك قال في الواقع أنا حسست بخفة عندما أخرجت روحي من بدني خفة 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 لا نظير لها أخذوني في الجنازة المشيعون إلى وقت الدفن فإذا بي أرى صحراء كأنما برهوت ما اشوف المشيعين وهناك اشخاص يقدمون وقد امتلأ بدنهم نارا يقدمون الي ويشيرون الي فحسست برعب لا نظير له لذلك كانما دا يشيرون الي يجون دا يقتربون مني اريد اصيح ما اقدر انعقد لساني ما اتمكن اتكلم اقتربوا اقتربوا واذا ب ضوء من بعيد من الجهة الأخرى اقترب فكلما اقترب هذا الضوء وإذا بهؤلاء اللي كان أبدانهم ممتلئ من النار ابتعدوا إلى أن ذهبوا هذا اقترب رأيته رجل عليه سماء الصالحين يبتسم في وجهي فقال, فقال لي لا تخف أنه أنا أجيت وأنقذتك من هؤلاء بعد ذلك أراد الذهاب فأنا تجرأت قلت له من أنت أنقذتني من هؤلاء بوجودك قال أنا الإمام الرضا سلام الله عليه محمد. قال أنا الإمام الرضا أنت زرتني سبعين مرة في حياتك فأنا رحت أرد السبعين في المواقف الصعبة هسا هاي أول زيارة أنا رديتها. الناقل المرجع السيد المرعش النجفي هو اللي رأى في عالم الرؤيا الشيخ مرتضى الحائري. القرب المكاني، التواصل مع أهل البيت، زيارة أهل البيت، الإتيان إلى السيدة معصومة سلام الله عليها. هذا له تأثير كبير ولكن بشرط أن يقترن بالقرب المعنوي. وإلا المنافقون ما أكثرهم. أحاطوا رسول الله أو من دفن عند رسول الله لا ينفع الرجس من قرب التقية ولا على التقية بقرب الرجس من ألم هذا ما يرتب الصرف القرب المكاني إذا هذا قرب معنوي جاءوك المجيء المعنوي إذا صار يعني أن تعتقد به أن تلتزم أن تكون متأسفا مما صدر من معصيتك وذنبك هذا هو الملاك عجاؤك هذا المجيء يعني التوسل التوسل برسول الله صلى الله عليه وآله الأمر مو مقتصر على رسول الله طبعا التوسل بالأئمة المعصومين سلام الله عليهم لأنهم كلهم نور واحد والآية سياقها وما أرسلنا من رسول مطلقة الآية مطلقة ما أرسلنا من رسول إلا بإذن الله صحيح الآية تقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك جاءوك يعني أنت لأنه كانوا مع رسول الله في تلك الفترة فالمورد العلماء في الأصول يقولون لا يخصص الوارد يعني القضية صحيح بالنسبة إلى رسول الله ولكن الأمر ليس مقتصرا على رسول الله وإنما من سبق رسول الله كذلك ومن لحق كذلك وفي رواية لطيفة أن أعرابياً ارتكب معصيه ارتكب ذنبا فغاب كانما ما ادري هسه كان شنو هذا الذنب اللي ارتكبه غاب عن المدينه بعدين في فتره من الفترات راى الامام الحسن والامام الحسين سلام الله عليهما وهما صغار في زقاق فاخذهما ورفعهما واتى الى رسول الله صلى الله عليه واله وقال يا رسول الله اتشفع بهما اليك الروايه يمكن نصها فقال هكذا يا رسول الله اني مستجير بالله وبهما جاءوك مستجير بمن؟ بالحسن والحسين فضحك رسول الله حتى مد يديه الى فيه من شده الضحك وقال للرجل اذهب فأنت طليق وقال للحسن والحسين عليهما السلام قد شفعتكما فيه فأنزل الله هذه الآية ولو أنهم اظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا لو الله توابا رحيما الأمر مو مقتصر برسول الله وإنما من يكون كرسول الله أيضا الذهاب إليه يوجب فالتوسل، المجيء بمعنى التوسل. ولكن جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، يعني طلبوا المغفرة من الله ورسول الله تشفع في ذلك. هذه الآية تدل بأن الطريق لقبول المغفرة المعصومون فحسب. عندنا آيات مطلقة تقول من استغفر الله، الله يتوب. عندنا ايات مطلقه ولكن هذه الايه تقيد تلك الايات المطلقه. من استغفر الله عن طريق اهل البيت، عن طريق المعصومين يقبل الله توبته. اما من استغفر الله ولكن مو عن طريق المعصومين، خلاص هذا استغفاره ما ياثر، مثل ما المنافقين كانوا ياتون الى رسول الله ولكن صرفوا لقلقه اللسان. مو قرب معنوي، هذا ما يأثر. فهذه الآية المباركة تخصص تلك المطلقات التي تقول بأن الله يغفر الذنوب جميعا بدون ذكر مقيد، بدون ذكر وسيط في الأمر. هذه الآية تشير: جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، لوجدوا لو الله توابا رحيما. واحد يأتي إلى الإمام الرضا ويطلب من الله المغفره، الامام الرضا ايضا يطلب من الله المغفره لهذا الرجل، هذا الرجل يرجع كيوم ولدته امه. اما اذا لا يقول هذه احجار لا تضر ولا تنفع، هذا الشرك. الشرك ما يقبل التخصيص. بعض الفرق ماذا يقولون؟ كالوهابيه، يقولون الرسول الحي يستغفر. فهذا ما يخالف. الآيه تقول اما الرسول الميت خلاص هذا حجر لا يضر ولا ينفع والعياذ بالله على هذا الكلام الباطل الشرك يقبل التخصيص يعني انا اقول في صورة تشرك بالله ما يخالف في صورة اخرى لا تشرك بالله يعني اذا الرسول حي فاجعله شريكا لله اما اذا الرسول مات فهذا الشرك المحرم الشرك محرم كله إذا هذا شرك مع الله عز وجل فسواء كان الرسول حيا او ميتا فهو شرك. وإذا جائز عندما يكون الرسول حي فهو ليس بشرك، فيجوز عندما يكون الرسول ميتا. هذا كلام باطل غير انه الآية تقول: "وجئنا بك على هؤلاء شهيدا". رسول الله شهيد على المسلمين، شاهد مو انه ميت. هو شاهد على المسلمين ويأتي في محكمة العدل الإلهية. ويشهد على واحد واحد من المسلمين، واحد واحد منا انه هذا تبعني او لم يتبعني او عصاني. لذلك في الروايه عن امير المؤمنين سلام الله عليه انه قال قدم الينا اعرابي هذا بعد ماذا؟ بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه واله. مو في حياته، وهذا هذه الروايه ينقلها المخالفون ايضا. قدم الينا اعرابي بعدما دفنا رسول الله صلى الله عليه واله بثلاثه ايام. فرمى بنفسه على قبر رسول الله، ما كانوا هذول اصحاب اللحى الطوال ودشاديش القصار حتى يرموه او يضربوه. فرمى بنفسه على قبر رسول الله، وحثى على راسه من ترابه. يشيل التراب ويلقي على راسه. فقال يعني ده يخاطب رسول الله. قلت يا رسول الله فسمعنا قولك ووعيت عن الله فوعينا عنك وكان فيما انزل الله عليك ولو انهم اظلموا انفسهم، هذه الآيه هم هو الاعرابي يخاطب رسول الله وقد ظلمت نفسي وجئتك تستغفر لي فنودي من القبر أنه قد غفر لك نودي من القبر هذا بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله بثلاثة أيام إذن الوسيط بين الله وبين خلقه للمغفرة لكل كمال الرسول صلى الله عليه واله مو فقط وسيط بين الله وخلقه لبيان الاحكام وتعيين الولاة وعزل القضاة. لا وانما هو ايضا وسيط يعني لتعليم يعلمهم ويزكيهم. مو فقط هذا مقدار دور الرسول الله، بل هو وسيط في قبول المغفره. التعليم من الله عز وجل، يعلمه الكتاب والحكمه. بل الله يزكي من يشاء هذا من الله ولكن رسول الله طريق الله رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه فقط امر رسول الله مقتصر على هذا كلا وانما رسول الله المعصومون سلام الله عليهم اجمعين طريق كل خير اذكر هذه الروايه واكمل الكلام عن امير المؤمنين سلام الله عليه كان في الارض امانان من عذاب الله امانان من عذاب الله بوجود هذين الامانين لا ينزل الله العذاب وقد رفع احدهما فدونكم الاخر الاول مرفوع انتم تقدرون تتمسكون بالاخر فتمسكوا به أما الأوان الأمان الذي رفع فهو رسول الله رسول الله الله رفعه وأما الأمان الباقي فالاستغفار فسأل رسول الله الله رفعه فانتهى دوره كلا هذا الأمان صحيح رفع إذا شيء موجود في الطابق الثاني أنت تريد هذا الشيء تأخذ عندك كتاب في الطابق الثاني ما الذي تفعله ترتفع على الطابق الثاني لتأخذ الكتاب تخلي سلم تروح على الدرج وهذا السلم تصعده وتصل إلى الكتاب مو أنه خلاص انقطع ذلك الكتاب عنك وانقطعت عن الكتاب كلا رسول الله صلى الله عليه وآله رفعه الله يعني انتهى دوره كلا إذا تريد تتمسك برسول الله يجب أن ترتفع أنت أيضاً مو فقط انه عندنا الاستغفار صحيح هنا الروايه تقول وقد رفع احدهما احدهما رفع فدونكم الاخر فتمسكوا به الثاني موجود عندكم هو الاستغفار وقد دائما يكون لسانه مستغفرا ولكن رفع رسول الله انتهم اذا تريد ان تستفيد من فيوض رسول الله عليك ان ترفع من نفسك الى ذلك المستوى لينزل عليك. وهذا الاستفاده من مجموع الايات المباركه والروايات الشريفه والتوسل بالمعصومين الاطهار واحد يستفيد هذا الامر. ان شاء الله هذه الخطوات التي تموها في سبيل زياره الامام الرضا عليه افضل الصلاه وازكى السلام واخته السيده معصومه سلام الله عليها، هذه خطوات مقبولة إن شاء الله في سجل حسناتكم وترجعون إلى بلادكم بحوائج مقضية ذنوب مغفورة يد مليئة بالخير وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا للاستغفار وألا أن نكون ممن يرتبط بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام وأن لا يحرمنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين